إنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الصائمين والقائمين والعابدين والقارئين لكتاب الله نور الورى وصاحب مقام قاب قوسين أو أدنى، من صلى عليه سيغنم ومن لم يصلي عليه سيندم. هو الذي يطفئ عنا بشفاعته حر جهنم، هو الذي قدمه في الصخرة علم، هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وساء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر المتعال وراء رأفة الهدى وذي ذيل الوجود وسين الصعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الظلال وظاء الظلال وعين العناية وغين الغاية وفاء الفلوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وواو الوفاء وهاء الهنا ولام ألف لا إله إلا الله ويا ياقوتة الينبوع الكبرى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون، عود طيب مبارك إلى ساحة القرآن الكريم والتي عشنا فيها منذ قليل ما علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. وموعدنا الآن باستضافة علم من أعلام دولة قراء القرآن الكريم بالعالم الإسلامي وسفير قراء مصر بالعالمي العربي والإسلامي والملقب بملك المقامات فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري ورائدا من رواد إذاعة القرآن الكريم، فليتفضل إلى منصة القراءة.
بسم الله تبارك الله. الصوت بقى يا جماعه الصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا وقال قل متاع الدنيا قل متاع الدنيا
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل ولا تظلمون
صبر حسنة يقولوا هذه من عند الله. ذلك ده عندك.
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول يكتب ما يبيتون
فأعرض عنهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. حاضر.
فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك عليه. فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفر منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وإذا حييتم بتحية وإذا حييتم
أحسن منها حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في دروج مشيدة. من روائع سورة النساء عزف على أوتار القلوب محرك القلوب فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرف قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والمقيم بمدينة القاهرة. نقلت لكم هذه التلاوة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وأحدث الهندسة الصوتية الحاج محمد المرسي عرب شراويط مركز دكرنس. كبرى مخازن الإنارة الذهبية الحاج شوقي داود مركز ومدينة الجمالية. كبرى الخيام المكيفة وكبرى مخازن الفراشة أولاد الحاج التميم المصري إدارة المعلم محمد التميم المصري بمركز ومدينة المنزلة.